أهلا بكم. أشار سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى أن المصداقية والثقة والعمل بروح الفريق عناصر أساسية للشخصية القيادية ولتحقيق التغيير الإيجابي. وأشاد سموه خلال رعايته حفل افتتاح جائزة روتاري الأولى للقيادات الشبابية مساء أمس في مقر نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، أشاد بفكرة الجائزة وما تسهم به من صقل لشخصيات المشاركين فيها بالتدريب والتفاعل الحيوي وتعزيز روح المواطنة الحقة في إطار البرامج والأنشطة التي تقوم عليها، ما يستفاد منه على المدى الطويل في تطوير قدراتهم خدمة لمساراتهم المهنية ليسهموا بشكل فاعل في المجتمع ومستقبل الوطن. ووجه سموه كلمته للشباب المشاركين في جائزة روتاري الأولى للقيادات الشبابية محيا فيهم ما يتمتعون به من سمات وإمكانيات واعدة ما مكنهم من التأهل لهذا البرنامج المميز. ونوه سموه بجهود نادي روتاري العدلية في تنظيم هذه الجائزة وجعل هذه المبادرة الجديدة منصة تفاعلية تخاطب المتطلبات القيادية للمجتمعات، مشيرا سموه بشكل خاص إلى إسهامات النادي عبر العقدين الماضيين بنطاق متنوع من البرامج المجتمعية الثرية والتي يهتم الكثير منها بالشباب وتعزيز عطائهم ودورهم. وفي الكلمة التي ألقتها الشيخ هند بنت سلمان الخليفة رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، سلطت الضوء على أهمية الدعم الحكومي والخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الريادية التي يقودها الشباب لدخول سوق العمل، معربة عن التقدير للدعم الذي تلقاه هذه المشاريع والجهود المساندة لتطويرها من الجانب الحكومي وتمكين وبنك البحرين للتنمية. كما ألقى الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة تمكين والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي كلمة خلال الحفل أكد فيها الحرص الدائم على التعاون بما من شأنه تشجيع الشباب لكي يستطيعوا تحويل أفكارهم الريادية لأعمال بناءة تسهم في تطوير المملكة، وذلك من خلال وضعهم في واقع يحاكي العناصر الحقيقية المتواجدة في مجال الأعمال بالبحرين. وأشاد بجائزة الروتاري للقيادات الشابة كأحد الجهود الحيوية والهامة التي تسهم في غرس قيم ريادة الأعمال في أذهان الشباب. وتم خلال الحفل كذلك إلقاء كلمات من كل من السيد جوليان كلارك رئيس نادي روتاري العدلية والسيد خليل الشريف رئيس المحافظة 2452 السابق نيابة عن الرئيس الحالي السيد مصطفى ناصر الدين والسيد دري الأتاسي رئيس مجلس إدارة جائزة روتاري الأولى للقيادة الشبابية 2015، أعربوا فيها عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على رعايته الكريمة ودعمه لفكرة الجائزة، ملقين الضوء على فكرة الجائزة وانطلاقتها وأهدافها من خلال أنشطتها التي تمتد عبر 3 أيام.